العنوان الرئيسي للكرة المصرية أو اتحاد الكرة هو الإخفاق زي ما ذكرت حضرتك، فعندنا اسم كبير عنوانه الأبرز هو النجاح، محمد صلاح. شابوه، يعني لا تملك غير انك ترفع له القبعه. بص انا محمد صلاح في الفتره الاخيره، مش في ماتش يونايتد. اليونايتد بس وفي الريال كمان، انا ملاحظ عليه في ادائه شيء جديد. محمد تكوينه الجسماني بيتيح له انه يطلع قدراته الفنيه وموهبته من حيث التكنيك، من حيث المهارة، لكن ما كنتش أتصور أنه يمتلك من القوة، القوة في الأداء، القوة العضلية صح، اللي تخليه لما يلتحم، لما يستحوذ، لما يحجز، لما يحجز صح، يقدر يحافظ على الكرة بهذا القدر اللي أنا شفته في الفترة الأخيرة. وده ما يجيش من فراغ، ده ما يجيش كده، دي مش موهبة، شغل، ده بناء، ده بنى نفسه، بنى عضلاته، اشتغل على نفسه بشكل فيه تركيز كبير جدا جدا يعني. فصلاح على جميع المستويات يعني حاجة تفرح المصريين وتفرح مصر. هذا النجم الكبير الأسطورة المصرية محمد صلاح اللي امبارح أصبح الهداف التاريخي لليفربول على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي، خرج من نادي المقاولون العرب اللي النهاردة بيحتفل بعيد تأسيسه 50. فمعانا على التليفون المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، هذا الإداري الكبير المحترم. باشمهندس محسن أهلا بحضرتك، منورنا، تحياتي.